بس يمكن هاي بالمعارض. وحكينا على الميكانيكال تايب اوف كونتراسبشن، واللي قسمنا الى كوندوم، طبعا الكوندوم ميل كوندوم، فيميل كوندوم، فاجينال دافرام، سيرفايكال كاب، وفاجينال سبونج. وحكينا اذا تتذكرون انه يعني الديس ادفانتجز مال ميكانيكال تايب هي الفيلر ريت مالتها عالية، والفيلر ريت توصل بين يعني 3 to 1400 women per year. طبعا هذا الرقم اللي هو نقول 100 women per year، هاي انه شقد female get pregnancy while she's on contraceptive methods. فيحسبونها هيك يعني، ما يحسبوها بيرسنت، حسبون كم واحدة تحبل خلال السنة وهي جاي تأخذ الكونتراسبشن المعين يعني حسب النوع. فهنا الفيلر ريت بالميكانيكال تايب كلش عالية، توصل الفيلر ريت إلى 3 إلى 14. تسمعوني علي؟ نعم دكتور، واضح الصوت. زين أي. فإحنا نريد نزيد الإفكاسي مال الميكانيكال، يعني ميل كوندوم مثلا واحد من الميكانيكال، نريد نزيد الإفكاسي مالته، يبدأوا يدخلون وياه كيميكال. يعني الكيميكال تايبس احنا قلنا فيسيولوجيكال ميكانيكال، وهسه وصلنا رقم 3 اللي هو الكيميكال. هاي جاي راجع لكم انا الكيميكال، منو المادة اللي يعني شنو الكيميكال؟ يعني سبيرميسايدال، ومن اهم السبيرميسايدال اللي هو نستخدم شنو؟ اللي هو مادتين أكثر شيء نستخدمها هو النونوكسينول 9. هذه يخلطون الميكانيكال، يخلطون وياها كيميكال حتى زيد الإفكاسي. إذن هسه الميل كوندوم من نريد نزيد الإفكاسي مالته، نضيف مادة اسمها نونوكسينول. هذه المادة هي سبيرميسايدال. منو ما وضحت للصورة؟ زين، المادة السبيرميسايدال اللي نستخدمها وحتى تزيد لنا الإفكاسي مال الكيميكال، ومع ذلك تبقى الكيميكال، تبقى الميكانيكال لها فيلر ريت عالية. تبقى الميكانيكال دكتورة هاي المواد يعني تصير هي ويا اللي قطعة مالت الكوندوم ويا اللاتكس، ويا اللاتكس هي عبارة شنو الكونتينتس مالته والكوندوم، هذا الكونتينتس مالته شنو؟ زين الشيف هو شنو، منين متكون؟ زين يخلطون ويا يعني مرات يستخدموها لبريكانت ويا ميل كوندوم، هي هاي السبيرميسايدال اللي هي شو اسمها نونوكسينول 9. هي سبيرميسايدال هذه عباره عن كيميكال كونتراسبشن، ونخلطها طبعا اكو منها فوم، اكو منها جل، اكو منها يعني اذا تريد تستخدمها وحدها بس، يعني ما تتصور ايش قد الكيميكال لها فيلر ريت. يعني هاي مكتوبه هي فيلر ريت مالتها 300 women per year، 30 على 100 women per year. عرفتوا ايش قد؟ بينما الميكانيكال احسن منها على الاقل بين 3 إلى 14، بس الكيميكال ما جاي يستخدموها وحدها. ممكن انت تستخدم هذه الكونتراسبشن الضعيفه بذولي اللي الفيرتيليتي مالتهم قليله، كان يكون ذولي above 40 زين، فممكن يستخدمون هذه الطرق وعلهم كونترا انديكيشن فور اذر ميثودز اللي هي ممكن تكون الهرمونال او الديفايس او اذر ميثودز اوف كونتراسبشن، ممكن يستخدمون الكيميكال. بس حاليا الكيميكال يعني لذلك يقول لك اكو فوم، اكو جل، اكو حب، اكو سبوستاريز زين، يتخلى 15 منس قبل الانتركورس، ولازم الانتركورس ما يتعدى ساعتين، ما يصير له اي يعني ديلي اكثر من هيج فتره زين. فالكيميكال دائما نخلطها ويا الميكانيكال، نخلطها ويا يخلطوها يعني الشركات قصدي ويا السيرفايكال كاب، يخلطوها ويا الفاجينال دافرام، ويا الفيميل كوندوم زين. فاجينال سبونج يخلون بيها نونوكسينال 9. فاذا هو النونوكسينال 9 هو عباره عن سبيرميسايدال، وهو كيميكال تايبس اوف كونتراسبشن، واحنا نخلطها ويا الميكانيكال كلها هاي حتى نزيد الافكاسي مالتهم ونقلل الفيلر ريت.
عندنا اليوم الموضوع المهم هو الانترايوتراين ديفايس. حكينا فيسيولوجيكال، حكينا ميكانيكال، حكينا كيميكال. زين، نجي على النوع الرابع من الميثود مع الكونتراسبشن اللي هو انترايوتراين كونتراسبتيف ديفايس. عندنا نوعيتين طبعا. هذه النوعية الأولى اللي هسه ما يستخدموها، اللي هي يسمونها الانرت، وعندنا ميديكيتد، يعني تو تايبس اوف. علي جاي تمشي السلايد لو شنو؟ نعم دكتورة، جاي يمشي. نعم دكتورة، ساعة على الانترويتران ديفايس. اي على الانترويتران اكو جدول. نعم، اريد اوخرها لي ميتينج. اي لان اكو صورة ما اعرف اوخرها شلون من الموبايل مالتي. المهم فاحنا هسه على الانترويتران بالجدول مالته عندنا تو تايبس، اللي هو الانرت والميديكيتد. زين، طبعا انا المحاضره ما راح اشرح لكم بس الاشياء المهمه، فشلون كانه نمشي بها نراجعها كانه باكر عندنا امتحان. انتم بعدين تقروها براحتكم وتشوفوها، على مود اراجع لكم اكثر من شيء خاف الوقت ما يكفي. فعندنا الانرت والميديكيتد. الانرت يسمونه اللايبس، طبعا هسه هذا ما يستخدمونه. عمر مالته الديوريشن ان نخلي اي شيء انرت، يعني تدرون الانترايوتراين كونتراسبتيف ديفايس اول ما استخدموه على البعير، استخدموه البدو يعني اكتشافهم للعرب، كانوا أثناء رحالهم الطويلة ما يردون البعير يعني get pregnant، فشي يقومون يخلون حديدة. زين، فهذه الحديدة شافوا أنه هي ما تحبل أثناء هاي الفترة الطويلة اللي هما رحلتهم، فبعدين اكتشفوا أنه ممكن يعني نستخدمه للhuman being، واستخدموا بهاي الطريقة. أول ما بدأوا نفس الشيء، هم خلوا فد شيء inert يعني ما بي medicated، وهذا أكيد بي side effect أكثر، ويستخدم مدى الحياة بما أنه ما بي لا كوبر ك يعني material، ولا بي هرمون اللي هو بروجستيرون. إحنا medicated عندنا two types، أما أنه يحتوي على كوبر زين اللي هو النحاس، أو أنه يكون medicated with بروجستين اللي هو بروجستيرون هرمون. فالميديكيتد اكيد بما انه بماتيريال معينه او ماده معينه لها ديوريشن، بينما الانرت تايب ما بي لا كوبر ولا بي بروجستيرون، فهو الديوريشن مالته ان ديفينيتد يعني ما لها فتره زمنيه. اللي احنا نستخدمه هسه الاكثر شيء يستخدم هسه اللي هو انترايوتراين ديفايس وذ كوبر، وطبعا اشكاله مختلفه والكوبر الكميه مالتها مختلفه، وهما مرات يعني مرات يعني يطلب سيلفر لان الكوبر تاكسده سريع ويطلع شلون يزنجر. زين، وهذا واحده من الميكانيزم اوف اكشن مالته، فمرات يطلب سيلفر. فالمهم يعني احنا تو تايبس اوف ميديكيتد انترايوتراين ديفايس، واحد منها الكوبر اللي هو اكثر شيء هسه نستخدمه، والشيء الثاني اللي هو اللي بي بروجسترون. بقى شكله هو كديفايس يختلف شكله، طبعا اكو صور نهايه المحاضره تقدرون تشوفوها بعدين، اللي قد يكون 7 يعني مثل حرف ال 7، قد يكون مثل حرف التي مثل رقم 7، قد يكون مثل حرف التي، قد يكون على شكل تري، المهم اشكال مختلفه. احنا منضفنا الميديكيشن كلها نريد نقلل البين ونريد نقلل البليدنج، فمن خلينا كبر المفروض البين يكون اقل من الانر تايب اللي ما بي ميديكيشن، والبليدنج يكون اقل. نفس الوقت لفت ديوريشن اللي هو من 5 إلى 10 سنين، والنوع الثاني اللي هو ميديكيتد اللي بي بروجستيرون، وهذا يعني اكيد البروتكشن يعني الفيلاريت مالته تكون اقل. وليش الفيلاريت؟ لانه جاي يشتغل كديفايس انترايوتراين ديفايس، ويشتغل بالبروجستيرون اللي عنده بالهرمونال، يعني تقريبا هو اخذ تو تايبس اوف تو ميثودز اوف كونتراسبشن، مره يشتغل كديفايس وهو لودد بذ البروجستيرون، اذا هم اشتغل بالبروجستيرون. زين، كلها هاي خلوها حتى يقللون البليدنج. زين، وبالتالي يعني الميديكيتد تايب وذ البروجستيرون اللي هو معروف مارينا، هسه تقول مارينا هو يعني معناته بروجستيرون،
intrauterine contraceptive device contains progesterone. هو نستخدمه مرات ك non contraceptive method حتى نقلل الفاجينال بليدنج، وبالتالي الى duration هو من سنه الى خمس سنين، يعني غالبا ما ثلاث سنين هم اكو شركات، ونسميه مارينا. الماده اللي موجوده بالمارينا زين، احنا عندنا تو تايب بروجستين، اما بروجستاسيرت او المارينا. المارينا تحتوي لنا على ليفانوجستريل. المارينا الهرمون مع البروجسترون اللي موجود بيها هو الليفانوجستريل، والليفانوجستريل هو سكند جينيريشن اوف بروجستيرون، السكند جينيريشن اوف بروجستيرون. طبعا جينيريشن مختلفه للبروجستيرون، هسه شويه ما اراجع لكم اياها. وكل مره البروجستيرون لو تذكرون السلسله مال التكوين مالته هو اندروجين اصلا زين، فكل الجينيريشن الجديد تحاول تقلل السايد افكت مال البروجستيرون، الاندروجينيك سايد افكت يعني بالاخص زين. فالليفانوجستريل الموجود بالمارينا هو ليفانوجستريل، البروجستيرون الموجود بالمارينا. نجي خلينا نشوف هذا الانترايوتراين كونتراسبتيف ديفايس شلون يشتغل. اول شيء احنا من نقول خلينا فتشي داخل الاندومتريوم، طبعا اكو بالمحاضره الطريقه اللي شلون تخليها، هاي بالسادس هسه ما مطالبين بيها. فالمود اوف اكشن هو يسوينا اسبتيك اندومترايتس، يعني شلون؟ يعني يسوي انفلاميشن بالاندومتريوم، وبعدين لما تجي الفيرتلايز اوفا تريد تسوي امبلانتيشن تلقي زين، تلقي اندومترايتس زين، اللي هي اسبتيك اندومترايتس. اذا هو انترفير وذ امبلانتيشن. لذلك بعض المذاهب مرضى تجينا والله انا سيد حرمه، لان هو يقتل بما معنى انه يصير فيرتلايزيشن. انتم تعرفون الفيرتلايزيشن يصير امبولاري بارت اوف فالوبيان تيوب، ورا 5 دايز يبدي لما تصير عندنا موريولا يبدي يصير له امبلانتيشن بالاندوماتريال كافيتي. فالقسم من المراجع تحرمه كون انه صارت فيرتلايزيشن، يعني مو مثل الاورال كونتراسبتيف بولز او البارير ميثود اصلا، يعني وما يصير اوفيوليشن مثلا، مو ما يصير اصلا فيرتلايزيشن، بس بالديفايس بما انه هو يصير فيرتلايزيشن وهو انترفير وذ بس بدت other mechanicals، يعني هي المين ميكانيكال المين ميكانيزم العفو اوف كونتراسبشن بالانترايوتراين ديفايس هو بريفنت امبلانتيشن، بس هو ممكن يشتغل بأذر. لذلك رجعوا مذاهب معينة قالوا لا ممكن مو حرام استخدامه، لأن هو ممكن يشتغل بأذر ميثودز. مثل إيش يعني الأذر ميثودز؟ يعني هو انتر بما أنه يطلع لنا بروستوغلاندين، إذا هو انترفير وذ تيوبال موتيليتي. الكبر اللي موجود به إلى إفكتس معينة، إنه هو inhibit sperm capacitation، إذن بالتالي معناته ما صار fertilization. inhibit endometrial metabolism، هاي على يشتغل على implantation. inhibit carbonic anhydrase enzyme، يعني بالتالي إنه أكو other methods يشتغل بيها ال intrauterine contraceptive device rather than interfere with implantation. لذلك استل قسم من المراجع تحرمه، قسم يعني تحلل استخدامه، دول اللي يعني لهم التزام ديني. المادة ذابي بروجستيرون طبعا هاي معناتها بدا اشتغل بغير شيء مو زين، وهم بدت الناس والمراجع الدينية لها ثقافة معينة، وقال تجيك المريضة تقول لك أنا أريد بالبروجستيرون، لأن بروجستيرون هو أصلا يشتغل صح على الأتروفيك إندومترايتس، وبالتالي راح هم انترفير إمبلانتيشن، يعني صار فيرتيلايزيشن، وبالتالي بس هو ممكن بريفنت سبيرم كاباسيتيشن، وممكن يسويني كبروجستيرون. شلون يشتغل بروجستيرون ككونتراسبشن؟ أولا بالإندومتريوم أتروفي، ثانيا يسوي لي ثيك سيرفايكال ميوكس، ومن يكون ثيك سيرفايكال ميوكس راح البنتريشن اوف سبيرم ابورت راح بريفنت بنتريشن، فبالتالي ما راح يسوي فيرتلايزيشن. فبدت يعني الفكره انه بروجستيرون اللي يشتغل اذر واي اللي هو اتروفيك اندوماتريوم ثيك سكانتي سيرفايكال ميوكس وبريفنت سبيرم كاباسيتيشن،
بالإضافة الديفايس نفسه شلون يشتغل، فصارت عندنا two methods of contraception استخدمناها بالمارينا، اللي هو medicated intrauterine device اللي بي بروجستيرون. مزين، منو عنده سؤال على هذا الموضوع حتى اسمعكم تسمعوني لو لا؟ يلا واضحة دكتورة. يلا نجي هسه نشوف الادفانتجز، شنو الادفانتجز؟ يعني واحد ليش تخلي المريضة تيجي لوب؟ وانا من الناس المشجعين على اللوب. زين، الانترايوتراين ديفايس اولا يعني قرار واحد ورخيص، مو وجلسة واحدة تخلي اللوب وتطلع، مو if for long time، روحي 10 سنين الفترة مالته، ومن أريد أشيله إلها مو ريفيرسابل الفيرتيليتي، ماكو فت سبريشن للأوفيليشن، ماكو فت شيء مهم يعني تريد تحبل أشيل اللي هي ورا 6 أشهر شهر شهرين حسب كل مريضة. زين، عند فيلر ريت قليلة اللي توصل 100 وومن يير، بينما بالمارينا اللي هو جماعة اللي ميديكيتد بروجسترون بقى يطلع 0.2. زين، نفس الوقت ما إلى سيستميك، هاي دائما أنا أحكيها للمريضة، تقول لي دكتورة تأذيني الدورة يصير عندي وجع بيها ومينوريجيا بليدين، ها فأقول لها ما يخالف، هو صح عنده مشاكل بس ما عندها سيستميك، يعني مشاكل تأثيرها بس على اليوترس، ماكو مثل البولز إلى أو مثل الهرمون اللي إلى سيستميك سايد إفكت. زين، نفس الوقت إلى إفكاسية عالية وفيلير ريت يعني قليلة. زين، بعد الأدفانتجز إنه هو ممكن أستخدمه كنون كونتراسبتيف، مثل ما قلت لكم مريضة عندها مينوريجيا، مريضة عندها مشاكل dysfunction uterine bleeding. زين، ممكن استخدم protection against PID لان قلنا يسوينا fix cervical mucus ويمنع عنا الascending infection، فهذه كلها advantages لللوب. يعني يعني قلت لكم الناس اللي عندي اللوب هو number one يعني صراحة. بس هو إلى contraindication. contraindication يعني لو تشوفون شكل اللوب نهاية المحاضرة شوفوه بي ثريد، بي هو يعني المادة مالته اللي هو مثلا أكثر شيء نستخدمه حرف التي، بالأذرع مال حرف التي أكو النحاس اللي ملفوف عليه، فاللوب بحد ذاته بشكل عام إلى كونترا إنديكيشن بأي مريضة أتى أبنورمالتي باليوترس، يعني أنت إذا هو اليوترس أبنورمال فهذه مرات من تدفع اللوب حتى إنترايوتراين ديفايس يعني حتى تدخله ممكن يسوي بيرفوريشن. مريضة أتها fibroid، أتها congenital malformation of the uterus، مريضة أتها bleeding، يعني شلون أنا هو أصلاً ضمن ال complication مالتها bleeding، فأنا أرجع أخلي مريضة هي أتها bleeding أرجع أخلي لها device، لا مريضة أتها bleeding tendency وأخاف من ال bleeding وال bleeding tendency مسوي لها anemia، فهذولي ما أخلي لهم. مرضى اللي عندهم pelvic inflammatory disease، فهذا طول ما إنه أكلوب واللوب بي ثريد بي خيط، هذا الخيط يطلع من السيرفكس، والثريد هذا هو لازم المريضة تشيك حتى تشوف، مثل ما بعد تجيك تقول لك دكتورة يمكن اللوب طافر لأن ما حسيت الخيط، هاي هم المرضى نفسهم، إذا أكو خيط شعري يطلع من السيرفكس يعني اللوب هو موجود داخل اليوترس والخيط مالته من السيرفكس للفاجينا، فالمرضى اللي عندهم pelvic inflammatory disease أو عندهم إميون سبريشن، جماعة اللي هم على ستيرويد أو دايابيتيك، أو ذولي جماعة الروماتيك هار ديزيز أخاف من الإنفكتيف إندوكارديتس، ذولي كلهم كونترا إنديكيشن طبعا للديفايس، لأن عندنا خيط والخيط طابو الفاجينا ممكن يسويني أسندينج إنفكشن. مرات مرضى عندهم ألرجي تو كبر، جماعة الويلسون ديزيز، يعني أنا مرة واحدة صايرة هذه بالمرضى مالتي، وأنا أكثر طبيب أستخدم لوب يمكن يعني المرضى مالتي، فتخيلوا مرة طيت مريضة خليت لها ديفايس رأساً، المريضة خابروني مستشفى الولاد تذكر قبل هم ماكو موبايلات على الأرضي. زين، قالوا مريضة هسه خليتي لها صاير لها ساعة لوب والمريضة شوكت، طبعاً أنت يعني نادر ما تخلي ببالك،
انه المريضه ويلسون او المريضه الارجيك للكبر اللي ليها وهي صارت انافيلاكتيك شوك راسا اني خفض قلت هاي بيرفوريشن والمريضه بليدنج صارت وصارت شوك. افت العياده ذكر وقت العياده لان تو هي طلعت المريضه من عندي ورحت مستشفى الولاده الطوارئ. المريضه يعني مبينه اذا انترنال بليدنج مثل ما تعرفون بلار لازم اكو ابدومن سوفت ماكو انترا ابدومنال كولكشن او بليدنج. فراسا اجب بالي انه تكون من الكبر من هي هاي المريضه الوحيده اللي حتى يمكن عند غير طبيبات ما صايره يعني رير رير كومبليكيشن. ومع ذلك صارت لذلك هي ريبورتد اذا هي مسجله يعني كونترا انديكيشن جماعه الويلسون ديزيز. وبعدين راسا شلت لها وهلا هيدروكورتيزون والارمين وهيك يعني زين. فالمريضه صارت انافيلاكتيك شوك من الكبر. اي مريضه اندياجنوست امينوريا ممكن تكون بريجننت يعني انا دائما لوب نخليه ورا الدوره مباشره نقول للمريضه روحي خامس يوم الدوره تعالي حتى نتاكد انه بريجننسي ماكو انه السيرفكس مفتوح توا. فعمليه الانسرشن باعتبار المنسوريشن توها مخلصه عمليه الانسرشن راح تكون اسهل اذا اكو شويه بليدنج ورا ما نخلي الديفايس وراح يختلط ويا المنسوريشن فنخلي دائما خامس يوم الدوره. اي بليدنج مريضه من 38 سنه تقول لك انا كل ساعه متروريجيا ريجولار بليدنج حتى لو بريجننسي تيست نيجاتيف بس انا هم اخاف من مالجننسي. فهاي الامور كلها كونترا انديكيشن للديفايس. الكومبليكيشن اوف ديفايس هي بليدنج بين بيرفوريشن اكسبلشن يعني بريجننسي ومست ثريد. زين نرجع هسه شي من هذه نحكي بليدنج طبعا بليدنج اكيد بليدنج انت من تخلي ديفايس داخل الاندوماتريوم زايد السيرفيس اريا مالته زين. والبليدنج ممكن يوصل الفلو يزداد يعني 25 الى 50%. وسببه ميكانيكال اريتيشن الاندوماتريوم راح يطلع لنا بروستوغلاندين والبروستوغلاندين. لذلك التريتمنت مالته اول شيء اكسكلود بريجننسي او اي باثولوجي. الشيء الثاني نعطي انتي بروستوغلاندين يعني نعطي انتي بروستوغلاندين ونعطي انتي فايبرينوليتيك يعني المريضه اللي تنزف من ديفايس باول دوره او دورتين او اثناء المنسترويشن مالتها نعطيها بونستان ونعطيها سايكلوكابرون. نعطيها انتي بروستوغلاندين ونعطيها انتي فايبرينوليتيك ماشي يعني نعطي بونستان اللي هو ميفيناميك أسيد ونعطي أنتي فايبرينوليتيك. زين بين البين بالإنسيرشن ممكن يصير وإذا صار أثناء الإنسيرشن نتوقع بيرفوريشن حصل وممكن ديسمينوريا وسبب سبازموتيك ديسمينوريا. وعلى تريتمنت بمرات بس بأول يعني فترة أول أشهر وبعدين يروح. ممكن المريض هم تاخذ بونستان وريليف البين. بي اي دي وقلنا سبب الثريد زين. واذا صار الدي انفكشن نجي هسه هذا موضوع مريضه خليت لها اللوب ده من البي اي دي يصير بالفتره اللي شهر ورا تقريبا بالشهر اللي خلينا بالانسيرشن للديفايس. اذا مرت يعني فتره شهرين مثلا وما صارت بي اي دي فأي بي اي دي بعدين سببه مو من الديفايس يعني من other cause. زين البي اي دي او الانفكشن اللي يصير اثناء الانترايوتراين ديفايس هو يصير بالفترة الاولى وراء الانسيرشن. زين اذا صار عندي بي اي دي شنو الاسوي؟ اولا الستيب الاولى انه ريموف ذا ديفايس. من صار عندي انفكشن اثناء او وراء فترة مما خليت اللوب أول شيء أسوي إنه أشيل السورس أشيل الديفايس وراه أبدي antibiotic cover according to the culture and sensitivity. نرجع هسه إذا مريضة صارت PID وهي خالة ديفايس أول شيء نشيل الديفايس ونبدي strong antibiotic according to the culture and sensitivity. واضح. النقطة الرابعة expulsion يعني عندي هم مريضة
يعني ها اسمها وعد، يعني مرتين أخلي لها اللوب تجي جايب تبيده. يقول دكتورة رحت مرة ورا 8 ساعات وقاعد بالتواليت وجايب تبيده، رجعت قلت خاف يعني الانسيرشن المنانة، خل سوي انسيرشن ورأسا آخذ ألتراساوند وأشوف النوب مكانه. مرة ثانية خليت هي وقلت لها باعي له بمكانه، رجعت ولا ورا يوم جايبته، هو الرحم يرفضه تطلق له شلون الطلوب، يصير كونتراكشن عندها ويصير له اكسبولشن. زين هو يقول يعني السبب انه لما يكون تو لارج تو سمول وراها او نورمال اب نورمالتي باليوترس، اذا مثلا خلينا مباشره بوست بارتم واليوترس ورا الولاده واليوترس بعد ما صاير الانفولوشن الكامل. بس انا هاي المريضه عندي مرتين وقعتها ومعتها اي شيء من هاي الكوزز اللي هسه جاي نذكرها. فاحنا نتوقع انه مرات اليوترس يعمل لك فورين بادي ويسوي لك كونتراكشن عند مرضى معينين ويصير لها اكسبولشن. البرفوريشن طبعا اكيد البرفوريشن البري ديسبوزينج فاكتور الى نفس الاكسبولشن. دائماً perforation مثل ما قلت لكم مريضة من صارت شوك، قلت يعني perforation أثناء الانسيرشن إنه مريضة يصير شوك مباشرة ورا ما خليت لها اللوب، فتتوقع إنه هو perforation يعني خلال الساعات الأولى. زين وشلون عرفة perforation؟ يجيك أثناء الانسيرشن bleeding لأن أنت سويت ثقب الرحم. زين وpain وvaginal bleeding أثناء الانسيرشن، والمفروض ما يصير بليدنج لان انت تطخ بس الاندوماتريوم وتطلع، بس من يجيك بليدنج اثناء الانسيرشن يعني انت مسوي بيرفوريشن. نجي هسه بريجننسي، هذا فشي مهم يعني بريجننسي يصير ويا الانترايوتراين ديفايس. احنا قلنا فيلر ريت مالته من 1 إلى 2 100 ومن يير هذولي، اذا اكو يصير فيلر ريت. فبما انه يعني شنو فيلر ريت؟ يعني بيشنت جيت بريجننسي. الاتيولوجي مالته اما هو اللولب نازل عن مكان اللوب او انه بيرفوريشن واللوب اصلا بمكان ثاني بالابدومن مثلا وظال مستقر، او انه صار له اكسبولشن والمريضه ما تدري وصار حمل. يعني ليش المريضه تحمل وهي حاطه لوب؟ زين اما مو بمكانه او بيرفوريشن وصاعد لفوق او اكسبولشن ونازل من السيرفكس. زين يجيك المريضة إذا هي بريجننت يجيك أمينوريا. أي لوب وعندك أمينوريا صارت لازم شو تسوي؟ بريجننسي تيست تشوفها خاف بريجننت، وألترا ساوند تشوفها بريجننت وتدور على اللوب. هسه المريضة إذا صارتها حمل وهي خالة انترايوتراين ديفايس شو نسوي لها إذا صارت أمينوريا قصدي وعدها ديفايس؟ أول شيء إكسكلود بريجننسي، والإكسكلوجن عن طريق بريجننسي تيست والتراساوند. تأكدنا إنه المريضة مالتنا اللي هي أمينوريك وذ ديفايس شنو طلعت بريجننت، شو نسوي لها؟ أول شيء اليوترس من يصير بريجننت راح يكبر، ومن يكبر راح يسحب اللوب لفوق، وبالتالي الخيط ما نحسه اللي ينازل من السيرفكس. فنرجع نفحص المريضة إذا هي إيرلي بالسيكس ويكس سبن ويكس بعد اليوترس مو كبير لدرجة إنه ما نشوف الثريد، فأول شيء نسوي سبيكولوم إكزامينيشن وندور على الخيط. إذا الخيط موجود ونقدر اللوحة نشيله مباشرة، نشيل اللوب هذا الخيط اللي موجود من السيرفكس. إذا أردنا نطلع الانترايوتراين ديفايس نجر الخيط يطلع اللوب، وهم طريقة حتى تشيك إنه اللولب مالتنا بمكانه، وبنفس الوقت الريموفال اوف ديفايس يكون من خلال إنه نجر الخيط مالت الديفايس يطلع اللولب ونخلص منه. فإذا هي بريجننت والخيط بعده موجود ما مرتفع لفوق ونقدر نحصله، نرفع اللوب والبريجننسي باقي، ممكن يصير عندنا مسكارج نسبته 25%. إذا الخيط ما لقينا لأن إجتنا المريضة شوية متأخرة مثلاً بالتين ويكس أوف بريجننسي واليوترس كبر واللوب كبر وزادت المسافة اللونجتودينال دايمتر مالت اليوترس والخيط انسحب ويا اللوب لفوق، ما نقدر نحصله، المريضة لازم تكمل الحمل. أكو ريسك أوف أبورشن هنا يزداد 50% لأن أكو فورين بادي. زين هسه نرجع نعيد
pregnant صار على device. إذا الخيط موجود نشيله. pregnant صار على device. إذا الخيط نقدر نلوحه نشيله. خيط ما قدرنا نلوحه زين نخلي الحمل يستمر. أكو risk of abortion؟ نعم أكو risk of abortion. بقاء 50% وخروج الديفايس يعني إذا جرينا 25%. البريجنسي قد يكون مو انترايوترين، قد يكون اكسترايوترين، وهذه يعني رير، بس مع ذلك نعامل معاملة الاكتوبيك بريجنسي. منو عنده سؤال؟ علي؟ نعم دكتورة. هسه إذا pregnant على لوب شو تسوي له؟ pregnant على لوب أول شيء إذا accessible اللوب عفوا يعني الثريد أسحبه وخلص منه. yes عافية إيه مو؟ نعم دكتورة. زين إذا نعم نجي هسه مست الثريد، ممكن تجي المريضة تقول دكتورة ما هو الخيط مالتي ما حسيته مو؟ أول نقطة قد يكون pregnancy النقطة اللي قبلها صح لو لا؟ النقطة الثانية قد يكون واقع منها expulsion وما تدري بالتواليت وما تدري زين، أو يكون perforation صاعد لفوق. أول step شو نسوي؟ نباع صدق هي ما موجود، خاف لايف، خاف المريضة ما حاسته، نحاول نلقي الخيط. لا والله ما لقينا الخيط، نحاول نسوي exclusion للpregnancy النقطة اللي قبلها مو؟ لا والله ماكو pregnancy، نبدي نسوي اكس راي، هذا احتمال صاعد لفوق او طالع لبرا، شلون ندوره؟ نسوي اكس راي، هذا اللوب بي كبر فيطلع لنا بالاكس راي مو؟ ماكو، ممكن نحاول نسوي هيستروسكوب ناظور رحمي ونشوفه موجود بمكانه او لا. اذا لقيناه الخيط ما موجود او فالت او رايح مو؟ واللوب موجود داخل اليوترس، احنا هسه نسوي دايليتيشن اند كورتاج ونطلعه او بالهستروسكوب. زين اذا اللوب لا طافر بالبطن ما لقيناه داخل الرحم، بس الاكس راي روتني انه اكو لوب ببطن هاي المريضه، بجسم هاي المريضه اكو لوب بجسم هاي المريضه، اما بمكان اليوترس او اوتسايد ذا يوترس. مكان اليوترس هستروسكوب اشيله او دي ان سي دايليتيشن اند كورتاج. لا والله اللوب طافر مو باليوترس، طافر للأبدومن، فبهذه الحالة أما لابروسكوبي اللي أكثر شيء نستخدمه ونطلعه أو لابروتومي. واضح؟ واضح إن شاء الله دكتورة. زين هذا خلصنا اللوب. طبعاً تخلون ببالكم إنه الميديكيت التايب هو نستخدمه للنون كونتراسبتيف use of intrauterine device، هم دول اللي أكيد medication مو؟ طبعاً تقول شنو non contraceptive use of device هي أخلي كوبر، لا أكيد إحنا medication نستفاد من medication. دكتور هرمون بالنسبة لللوب العفو بالنسبة نعم. لللوب إذا المريضة صار يعني هي كانت تكون عليها UTI أو إيه؟ غيرها من الالتهابات النسائية وجاي صرعتها exacerbated، أكو indication أنه نشيل اللوب من عتها of course the treatment مالتها؟ لا إحنا الـ UTI مو نسائية، إحنا نحكي على pelvic inflammatory disease، عرفت؟ يعني recurrent urinary tract infection مو شي نشيل من خلاله، بس recurrent PID طبعا ممكن أشيله، عرفت؟ يعني تمام. إذا recurrent PID أكيد أشيله، أحاول أشيل أي foreign body زين إذا عندنا recurrent PID، بس إذا PID أثناء الانسيرشن مريضة رأساً خليت لها اللوب لأن أنت مستخدم يعني septic technique أو أي شيء يعني مرات لها septic technique ويعني يصير PID، لا أول شيء تسوي remove. مريضة صارت PID والPID ما تعالج لأي سبب يعني ورا لها لازم نشيل الديفايس، يعني مو اليورينري تراكت انفكشن ما لها علاقة، نحكي على pelvic inflammatory disease. واضح؟ تمام دكتورة شكرا.
خامس نقطة الهرمونال، احنا طبعا غطيناها بالمحاضرة ديش الهرمونال، بس انا شوية راح اراجع لكم. زين، تذكرون من حكيت على الهرمونال قلنا اما كومبايند اورال كونتراسبتيف بولز، مو؟ وقلنا اراجع لكم بس هذا المقطع لان انا شارحته لكم البقية. زين، وقلنا انه المادة نستخدمها انه هو إيثينايل استراديول. هسه شنو الاستروجين اللي نستخدمه بالبولز؟ علي شنو الاستروجين اللي نستخدمه بالبولز؟ إيثينايل استراديول. عفوا، إيثينايل استراديول. ونستخدم بما انه هي كومباين يعني بها استروجين بها بروجسترون، صح لا لا؟ البروجسترون هو اللي يتغير، وهسه حكيت لكم من قلت لكم عندنا جينيريشن كلها تتجدد، كلها تحاول. الاستروجين ثابت، إيثينايل استراديول. الاختلاف بالهاي نيو جينيريشن مال البولس كلها تعتمد على الاختلاف بالسايد افكت، تقلل السايد افكت مال البروجسترون. زين، والبروجسترون عندنا الفيرست جينيريشن جماعه النور إيثينيدرون جماعه النورجسترال، زين نور إيثيستيرون، وعندنا يعني المدروكسي بروجسترون أسيتيت، هذولي جماعة الفير جنريشن. جماعة السكن جنريشن اللي هو المارينا أصلا جماعة الليذانو جسرل، هاي السكن جنريشن. وجماعة الثير جنريشن كلها زيد البوتنسي وتقلل الأندروجينيك سايد إفكت، هاي الجنريشن اللي جاي يسووها. مثلا الياسمين المادة اللي موجود هسه، ذا كلكم تعرفون انه اكو حب مانع اسمه الياسمين اللي الناس هسه كلها جاية تلجأ له، لان هو ثيرد جنريشن بروجسترون. اللي مادة اللي بيها هي الدروسبيرينون، زين، اللي هو ثيرد جنريشن زايد البوتنسيوم قللنا السايد افكت. بس بشكل عام انه استروجين ثابت اللي هو إيثينايل استراديول. التايب حكيناها، المود اوف اكشن قلنا انهبيشن اوفيوليشن، وبالاضافه يشتغل بهواي يعني الاستروجين هو انهبيشن اوف اوفيوليشن. بروجسترون هم تسوي انهبيشن اوف بروجسترون بس الى حد ما، بروجسترون يشتغل باذر واي، يعني يسوي لي اتروفيك للاندوماتريوم، كان يسوي لي سكانتي سيرفايكال ميوكاس، مو ديكريز تيوبال موتيليتي، انترفير وذ يعني بالسبيرم كاباسيتيشن، الى اذر يعني مود اوف اكشن. زين، يعني أكيد الأدفانتجز السايد إفكت والكونترا إنديكيشن تقروها. زين، ما راح أعيدها، سايد إفكت لأن هاي حفظ، والكونترا إنديكيشن. زين، بروجستيرون أونلي بولز، لأن هاي قريتكم إياها، يعني أنا بس جاي راجع لكم. بروجستيرون أونلي بولز هذه دائما نستخدمها للناس اللي عندهم سايد اللي لهم كونترا انديكيشن للاستروجين، وبالتالي اذا بروجسترون اونلي بولز بس بروجسترون، فالافكاسي مالته اكيد قليله مقارنه بالكومبايند اورال كونترا. بس احنا نلجأ له انه يعني من يكون عندنا كونترا انديكيشن للاستروجين. طبعا لازم ناخذ يوميه حبايه وبنفس الوقت نضبطها. زين، إذا خربطنا أو تأخرنا عن هذه الحباية لازم نستخدم دعم ثاني خلال 14 يوم الجاي، كأن يكون نستخدم كوندوم أو أي other contraceptive، يعني لازم ما نعتمد عليه لأنه هو بس بروجسترون وخربطنا بموعده. لا، لازم نستخدم continue back up. شنو كلمة back up؟ مثل الدعم للبولز أو يعني مثل الثاني، دعم للبولز خلال 14 يوم الجاي. زين، يقول لك بس اللي هو هذا السيرازيت حتى لو تأخرت 12 ساعة ما ممكن، يعني مو شرط لأن هذا يعتبره إفكاسي عالي. وما بروجسترون ما دوخكم بأمور حتى لأن أعرف امتحاناتكم قريبة، تعرفون المود أوف أكشن هو مود أوف أكشن أوف بروجسترون، تحفظون مود أوف أكشن أوف بروجسترون، يشتغل على كل شيء بالكومباين أكو بروجسترون، إذن إلى مود أوف أكشن إنه أتروفين دوماتريوم فيك سيرفايكال ميوكاس بسبام كاباستيشن إلى حد معين بسبريشن أوف أوفيليشن. عرفت شلون؟ أي شيء بي بروجسترون يشتغل بهاي المود أوف أكشن. زين،
ليش استخدمه انا بروجسترون اونلي بولز؟ استخدمه بدول اللاكتيتنج اللي ما اريد اقلل هذا الملك مالتهم، والناس اللي عندهم سايد افكت للاستروجين، بما انه هو ما بي استروجين اذا نستخدمه كارديوفاسكولار ديزيز، بالليفر ديزيز، بالاولد وومن، بالسموكر، زين الى مينيمال سايد، الى مينيمال بروجسترون افكت، فنستخدمه بدايابيتيك والهايبرتنشن. ادفانتجز ديس ادفانتجز مالته طبعا فيلر ريت عالي، ممكن يكتوبك، ممكن يسوي لي سايد افكت اوف بروجسترون الاكثر شيء اللي يصير عندهم بلوتينج، منفوخات، بريست تندرنس، مود تشينجز، ديبرشن، ريجولار بليدنج، هذا هم تحفظوا سايد افكت اوف بروجسترون بشكل عام. هذه زين احنا طب جاي نحكي هسه ضمن الهرمونال، والهرمونال قسمناها كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، بروجستيرون اونلي بيلز، ونجي على الانجكتابل اللي هي الاوبر، الابرة المانع اللي عمري ما كتبتها المريضة. خل اقول لكم اياها ليش ما كتبها المريضة. زين طبعا هو الابرة ممكن اكو شهريا، اكو كل شهرين، واكو 3 اشهر. زين الثلاث اشهر هاي المعروفه اللي هو ديبوت ميدروكسي بروجستيرون اسيتات اللي يسمونها ديبو بروفيرا، هي اسمها ديبو بروفيرا، تحتوي على 150 تنطب العضله وتستمر المريضه 3 اشهر. اكو هذه انواع جديده اللي هي تنطب مال شهرين ويزيدون جرعه البروجستيرون، بروجستيرون هنا نور اثستيرون انانثيت، غير ماده يعني لا تدخون نفسكم بيها حاليا هذا بالخامس، بس نحكي انه اكو انجكتابل بروجستيرون. المود اوف اكشن نفس الكومباين، الى افكاسي عاليه يعني اكثر من البولز، يعني بروجستيرون اونلي بولز، بس الى ديس ادفانتجز. نستخدمه وين نفس ما حكينا بالبولز، نستخدمه بذول اللي عندهم كونترا انديكيشن للاستروجين، نستخدمه باللاكتيتنج، نستخدمه بجماعه الكارديوفاسكولار ديزيز والليفر والاولد سموكر، نفس الشيء نفس ما حكينا عن البولز. شنو المشكله مالته؟ ليش انا ما انطي المريضه من مريضاتي؟ اولا من مثلا ممكن السايد افكت مالته يستمر حتى سنه، يعني هو 3 اشهر تخلص لثلاث أشهر بس باقي المريضة أمينوريك، ممكن يسوي لي أمينوريا وممكن يسوي لي بليدينج مستمر. عرفتوا؟ أنتوا تعرفون أنا مرة شرحت لكم أنه ليش يصير بليدينج بالبروجستيرون، أنتوا كلكم تعرفون أنه البروجستيرون هو يسوي أتروفي للإندومتريا وبالتالي يسوي أمينوريا. ليش أمينوريا؟ لأن هو البروجستيرون يعني الاستروجين بالبروليفراتيف فيس اوف سايكل يبدي يزيد لي الاندوميتريوم ثيكنس، اجى بروجستيرون من صارت اوفيوليشن وانفرز بروجستيرون بدا يسوي لي ثينينج للاندوميتريوم، وهي المكان للديسيديوا اللي الاستروجين اشتغل عليها. اذا الاستروجين يسوي اتروفي، فالأتروفي اللي سببه البروجسترون يسوي أتروفي، فالأمينوريا اللي سببها من البروجسترون يعني المريضة اللي تاخذ بروجسترون كأن تكون بيلز أو تكون ديفايس المالتنا اللوب يعني اللي بي هرمون أو تكون انجكتابل بروجسترون أو يكون بالإمبلانت هاي تنحط بالكتف هذا بروجسترون، أو تكون فاجينال رينج أو أي شيء بي بروجستيرون، الأمينوريا معروف سببها لو ما معروف؟ يلا حكولي ليش يصير أمينوريا عندهم؟ يلا حكو ليش اللي يأخذون بروجستيرون يصيرون أمينوريك؟ يعني ما تجيهم دورة ليش؟ هسه أنا المشكلة بس علي أعرفه.
ودكتور يعني تأثير البروجستيرون يأثر حتى على الأوفيليشن، يعني السبريشن للأوفيليشن يسوي؟ لا، لأن يسوي أتروفي للإندومتريوم. أنا جاي أقول لكم يسوي، هو المنسوريشن شلون تجي غير انسلاخ بطانة رحم، صح لا لا؟ ها، من هو سوالك أتروفي أوف إندومتريوم، منين تجي المنسوريشن برأيك؟ يعني شلون يصير، شلون يصير إكسبولشن إندومتريوم؟ لذلك كل بروجسترون يسوي أتروفي، إذا متوقع من عنده الأمينوريا. لحد هسه واضح؟ واضحة دكتورة. زين، هسه أنت تسألني زين ليش يصير عندهم بليدينج؟ مو؟ ليش يصير عندهم لو أمينوريا لو بليدينج؟ لو أمينوريا لو بليدينج، والبليدينج ممكن يكون ويا مينوريج، أو ممكن البليدينج يصير دائما مترورج، يعني يومين تنضف الثالث يوقع بلد عليها، يومين تنضف الثالث، ثلاثة أيام والرابع، طول الفترة هي مو نظيفة. تقول أنا أجي كل ساعة دكتورة ما مو نظيفة طول الشهر أنا عندي نزف، مو هذا ليش؟ هذا أكيد ما تعرفوا أنتم. المرحلة الأولى قلنا ليش أمينوريا؟ لأنه يسوي أتروفي للإندومتريوم، صح لولا؟ ليش بليدينج؟ لأن هو من قد الأتروفي، طبعاً أول مرة يصير عندهم أمينوريا ماكو، وراها يبدي بليدينج. لازم نعرف الفسيولوجي حتى نعالج. زين، أتحدى أي مريضة عندها بليدينج وتجيني وما تطيب من أي سبب من هذا الكون، ليش؟ لأن أعرف أني فسيولوجي. بالبداية أمينوريا لأن هي أتروفي، مو؟ نجي هسه ليش صارت بليدينج؟ لأن البروجستيرون اللي ما خفته زاد. منو مذني تقول لك والله أنا ضربت أبرة وانت قلتي أنا ما أطيها، قالت لي ثلاثة أشهر وضربت الأبرة الثانية وراها، وسنة كاملة تضرب كل ثلاثة أشهر أبر، أو الدوز اللي ما خفته مع البروجستيرون عالي، يبقى أتروفي أتروفي أتروفي، مو؟ لحد ما يطلع السب اندو ثيليال أو السب إندومتريوم فينيولز، يعني تخلص الإندومتريوم يبدي البروجستيرون يطلع لنا منه، يطلع لنا الفين اللي جواه، فيصير هذي بليدينج. يعني وين بليدينج؟ مال الإندومتريوم ومال فتشي بسيط، وين إنه فتخيل يجون كلوتس، يجون بليدينج، يجون هذي بليدينج. واضح؟ طبعا تجي المريضة تروح لأي طبيبة ما تعرف، مثل كانت تكون جيبي أو ما عندها علم بالوضع معين، عارفين قاعدة واحدة إنه اللي يقطع النزف مثلاً، مو، واللي يقلل لي، لأن يتوقعون غالباً ما يكون النزف أو المينوريجيا أو البليدينج هو سببه إنه زيادة بالإندومتريال ثيكنس، إنه أكو إندومتريوم هايبربليجيا حتى ينخلق فيبدو لها بروجستيرون. طبعاً يبدو لها بروجستيرون يزيدون الإفكس، لو ما يزيدون يزيدون. يعني مريضة تنزف تروح الطبيبة هي ماخذة مثلا بروجكت تطيها بعد بريموليوت بعد أزيد من هذا الشيء، لأن تعرف أن البريموليوت يقطع النزف، بس هو البريموليوت ما يقطع كل نزف، صح هو بروجستيرون بس هو يقطع النزف اللي سببه أكو زيادة بالثيكنس أوف إندومتريوم. بس لما هو أصلا إندومتريوم ما موجود، تأخذ مريضة بعد بروجستيرون طلع لي الإندومتريوم كله راح. يعني شلون واحد زرع انت لحد معين الجذور ما طالعه، مو زين، وراها تبدي انت تشيل الطبقه الفوقانيه من التربه وتطلع الجذور ازيد، فيبدي يصير عندنا بليدنج. هاي المريضه شرفكم، وانتوا اريد اسالكم ايش نستخدم لها علاج؟ نعطيها استروجين دكتوره؟ عافيه، فيري جود، نعطيها استروجين. هسه شوف ايش قد اختلف الوضع، يعني تروح الوحده من الناس تصرف لها بروجستيرون. انت هسه لان فهمت الفسيولوجي، اذا هيك مرضى نعالجهم بشنو؟ زين، نعالجهم ممكن نعطيهم كومبايند اورال كونتراسبتيف بولز، شرط شرط، مو انه تكون لها ماكو كونترا انديكيشن للاستروجين. إذا بليدينج خفيف، مو أنا أزيد الجرعة مع البروجستيرون،
ممكن حتى يسوي سبريشن أزيد. بس إذا بليدنج وصل هيك مرحلة وخليت ألترا ساوند وشفت ثينينج أوف إندوميتريوم، فهيك مرضى يعني المرضى اللي يأخذون إنجكتابل ويصيرون بليدنج، أنا أبدي أنطيهم كومبايند أورال كونتراسبشن أو ممكن تطي بس إستروجين حتى تبني إندوميتريوم إلى حد معين طبعا. لذلك أشوف أفضل أعطيهم في شيء بيكومبايند إستروجين بروجسترون حتى لا يسوي لي إستروجين بعد أزيد. فالفكرة، الفكرة أنه الإنجكتابل أنا ليش ما أنطيها؟ لأن الإنجكتابل من أنطيه يروح بالجسم، من صارت عندي هاي الكومبليكيشن أقدر أسحبه؟ يلا أحكي لا تنامون ها؟ أنت من تضرب أبرة وصارت عندك سايد إفكت، شو تسوي للأبرة؟ دكتور ما أقدر أسحبها ما أدوصل صح لا لا، بس أنت لو عندك ديفايس وصارت السايد إفكت تشيله لو ما تشيله؟ تقدر. لو عندك إمبلانون اللي بتشتف مو؟ وصارت سايد إفكت تشيله لو ما تشيله؟ تقدر تشيله صح لا لا. بينما الإنجكتابل من يصير عندي بيه مشكلة أنا أبدي أسوي تجارب، مرة أطي استروجين، مرة أطي بروجسترون زي الجرعة، مرة هيج مرة هيج وهكذا. زين فنرجع حسنا والوضع مع الإنجكتابل، حتى الإنجكتابل يوز باي أذر سينيور يعني، وحتى الناس يعني تفضل القسم ما تريد هذه أذر ميثود اللي هي سب ديرمال إمبلانت. عرفتوا؟ نجي خلصنا combined progesterone only pill injectable types of يعني هرمونال، ونجي إلى subdermal implant اللي هي نفس الفكرة مال الانجكتابل ونفس methods of action ونفس side effect. زين بس شنو، بس شنو انه هي implant تتخلى ومن تصير عندي تصير عندهم menstrual irregularity، تصير عندهم amenorrhea مو، وأكثر كوز للريموفال أوف إمبلانت هي الأمينوريا. سنة كاملة ظل المريضة أمينوريك. إمبلانت شنو؟ إمبلانت يحتوينا على ليفانوجسترل وهنا سكس سلندر ونخلين بالإنر أسبكت أوف ميديال سايد مال الأرم إذا سامعين بي، يطول إلى 5 سنين هم 3 سنين أقوى أنواع من عنده. بس وهذا من يصير عنده سايد إفكت نقدر نشيله، تدخيلته سهلة بس ريموفال مالته يعني لازم استتشو عملية بسيطة يعني ماينر سيرجري وتشيله. مرات فاجينا الرينج نخلي بيها بروجسترون، مرات باتش وبروجسترون ريليزينج انترايوتراين ديفايس حكينا عنه. منو عنده سؤال؟ نرجع إلى السيرجيكال تايبس اوف كونتراسبشن اللي هي ستيريلايزيشن. يلا علي وين وصلت؟ دكتورة هو وياك على السيرجيكال اللي هي ستيريلايزيشن. يلا خوش. طبعا عندنا بايلاترال بالميل، بالميل انتبهوا لي، بالميل بايلاترال فازكتومي دن اندر لوكال انستيزيا. ترفل 5 دقائق وخلص. لا لا خليني اشوف انا الصبر خابريني اي يلا ادي شباب. الو تسمعوني؟ نعم نسمع. نعم دكتور نسمعك. زين انت بقول هاي النقطه عندنا سيرجيكال، السيرجيكال مو بس يعني الفيميل برا، احنا هنا مغضوب على الفيميل كلها هي تسوي السيرجيكال، بس اوتسايد لا هو الميل اللي يسوي. احنا هنا الميل يخاف على رجولته لازم يزوج له فد 2 3 بعد شو تقولون؟ والفيميل يقشمرها زين روح 30 سنة عمرها روح يسوي ستيريلايزيشن وقص التيوب مالتك. زين وانا ضد هاي الفكره نهائيا
وعرفوني. ضد فكرتين أضوج منهن ما أسويهن، الاستيريلايزيشن للفيميل ها والإنجكتابل. الاستيريلايزيشن ممكن أسويها ضمن إنديكيشن، بس الإنجكتابل ولا مرة وصفتها المريضة زين، لأن بيها مشاكل وما مرات يعني تأذي المريضة وما تقدر تسوي شيء. ممكن أكو أذر ميثودز. نجي هسه على الفيميل، هسه فيميل هسه يعني إيش قد ما تقدر أنت تقيد للأسباب التالية. أولا إحنا بصراع وجائحات وأمراض، وممكن أي موت أطفالها وحروب. عن نحكي على الأطفال، ممكن عتا 4-5 ممكن كلهم يعني يرحم، ممكن ما تعرف شنو يصير. هاي أولا. ثانيا أنه هسه حروب وهم تفاصيل، وهاي الميت زوجها وهاي، وأكو يعني حرية الزواج ثاني، وصارت عندنا ويا مرضانة. يعني كقناعة أنا مقتنعة بيها، وكإفيدنس بيس من المرضى يعني من البراكتس مالتي، وجاي يشوف هاي تتزوج حماها وهاي الهيج وهاي تنفصل وهاي. فأبد بما أنه أكو ميثودز، صح أكو أنه هسه مثل الطريقة اللي يتلافون بيها يسوون IVF مورا ما إحنا مثلا سوينا، لأن هو permanent sterilization، يعني اللي تقصوا التيوب والذبة مو زين. فأنت الطريقة الوراء ممكن هسه تسوي IVF، تسوي in vitro fertilization وترجعه. بس يعني مو كل الناس عدتها وكلفتها ولا كل الناس تقبل، فكلش واحد لازم يكون حذر بالفيميل ستيريلايزيشن الا اذا اكو ميديكال انديكيشن اند ذير از يعني كونترا انديكيشن للاذر ميثودز اوف كونتراسبشن. زين هوب هو خيسوي الميل مو خيسوي ستيريلايزيشن. زين شو نسوي لل اولا اسهل، ليش ما يسوي الميل؟ هو اسهل من شنو ها؟ انه نقدر نسوي اندر لوكال انستيزيا وتعتبر اوت بيشنت بروسيجر. شنو رايكم؟ زين شو نسوي لهم احنا بهاي شو نسوي لهم؟ شنو نقصه؟ دكتور سيمينال فيزيكال دير بالك تحكيها هاي الفاز ديفرنس دكتوره. يس الفاز ديفرنس. كم واحد حاضر بالله علاوي دكتور؟ أعتقد 7. زين دير بالك من السيمينال فيزيكال لأن رونج. شنو الصح؟ شنو الصح؟ بايلاترال فازوكتومي يعني الفاز ديفرنس. واضح؟ شنو الينقاص؟ منين عرفت انه هذه خلص بعد هذا الميل صار عقيم؟ انه تسوي مرتين سيمينال اناليسز ورا 70 يوم، يعني ورا 3 اشهر شهرين ونص نسوي لهم سيمينال فلويد اناليسز، طلع ماكو ولا سبيرم ها، نرجع نعيده مره ثانيه طلع ماكو ولا سبيرم. هاي اوكي زين. والفيميل هم طبعا نسوي لها اللي هن تدرون بعد يعني نشيل التيوب وطرق مختلفة، أما لابروسكوبيك أو ميني لابروتومي زين، والطرق مالتنا أما بس الفنبريا نقصها نسميها فنبريكتومي أو البوميروي نشيل التيوب. وعو صور نهاية المحاضرة زين. الوقت مالتنا اللي نسويه فنسويه ممكن وقت السيزيريان سكشن، ممكن وراء 40. الانديكيشن مالتها هو permanent contraception خاصة للناس اللي complete family، لأن مثل ما قلنا هي permanent وعندهم patient contraindication pregnancy. يعني عندي مريضة الله يرحمها توفت طية يعني كورونا توفت وهي young، عمرها يمكن 32 سنة. سويت لها طبعا diabetic with complication نفروباثي وريتينوباثي، بس هي يانغ وتخبل كانت والله زين، فسويت لها لابروسكوبك تيوب اللايجيشن وما رد يعني هي زين. وراها سمعت خابروني أهلها قالوا لي توفت، يعني صابت كورونا وتوفت أكيد، لأن هي دابتك واصلة مرحلة نفروباثي، بس هي يعني سوشيال وتجي وهيش يعني عايشة حياتها
ماكو بيها مشكله، بس امبيرمنت عندها مع الرينال وهيك شيء، فسويت لها لابروسكوبيك تيوبلايزيشن. علما هي نيرلي بارس ولا طفل عندها، مو شرط يعني تكون مرات اكو ميديكال انديكيشن فور ستيريلايزيشن، مو بغض النظر عن انه هي اولد ايج او كومبليت فاميلي. واضح زين. كومبليكيشن اكيد كومبليكيشن مال سيرجري، كومبليكيشن مال بوست لايجيشن سيندروم اللي هي مينوريجيا وكونجستيف ديسمينوريا. المهم ان شاء الله بالسادس انا اشرح لكم هاي الامور ديتيل، رغم انه هاي المحاضره ترى مختصره، بس ان شاء الله بصف سادس اشرح لكم بوست بارتم كونتراسبشن، مريضه بريست فيدينج مو ايش تستخدموا لها، ها مريضة بريست فيدينج نستخدم لها أي شيء ما بي استروجين، مريضة over age of 40 نستخدم لها أي شيء ما بي استروجين، مو يعني مريضة postpartum توها جايدة تعتمد على شنو بالكونتراسبشن، ممكن تعتمد على البريست فيدينج لأن اللاكتيشن ممكن تسوي لها أمينوريا، يعني ممكن تعتمد على الفسيولوجيكال ميثود، ممكن تستخدم بارير ميثود كوندوم وفلاش وتفاصيل ويتش، يعني قصده فيميل كوندوم وميل كوندوم، ممكن تستخدم ديفايس بس لازم ورا يعني ورا البيريوم ورا الست اسابيع، او تستخدم بروجستيرون اولي بولز لان ما انترفير وذا لاكتيشن وما بي استروجين، او ممكن تسوي ستيريلايزيشن لو اكو انديكيشن كومبليت فاميلي واولد ايج، ممكن لابروسكوبك وممكن مني لابروتومي، وهم هذه لازم ورا البيربيريوم. واضح؟ هاي مثلا انه شنو الميثودز اللي تستخدم بوست بارتم يعني بالبيربيريوم او ورا الولادة شنو نستخدمه، نحاول نستخدم هاي الاشياء. موضوع نشرح اللي هو بوست كويتال امرجنسي كونتراسبشن، مثل مريضة unprotective intercourse وتريد هسه emergency تجيك للعيادة، يقول لك دكتور أنا ما ماخذ أي contraception والبارحة صار intercourse وما أعرف شلون، خاف يصير حمل، خاف يصير، لأن هو البارحة صار intercourse خاف يصير حمل، فإحنا عندنا طرق مختلفة، أما استروجين ناخذ ك يعني جرعة عالية وبالتالي راح تصير عندهم نوزيا وفوميتين، فلازم نعطي انتي اميتك. اذا نعطي استروجين نعطيها مثلا مرات نقول اخذ حبايتين الصبح حبايتين بالليل لمده 5 ايام، ولازم تبي جرعه عاليه مع الايثينال استرادايول او بريمارين، ممكن نستخدم بروجستيرون اولي بولز بس جرعه عاليه زين، ونعيدها ورا 12 ساعه، وممكن نستخدم مثل ما قلنا هاي دوز مال يعني كومبايند اورال كونتراسبتيف، ممكن نستخدم هاي دوز مال الاستروجين، ممكن ناخذ انتي جونادوتروفيك اللي هو جماعه الدنازول ال 600 ملغ ونعيده ورا 12 ساعه، وممكن ميفيبرستون زين. ف هذه كهرمون يعني مريضه تيجي ان بروتكتيف انتركورس نعطيها، أقولها أخذي حبايتين صبح حبايتين كومبايند أور، أو أخذي بس استروجين، أو نطي بروجسترون كحب، أو نطي هاي طبعا صف سادسة أحاسبكم عليها بس هو موضوع مهم، أو ننطي الأنتي بروستو يعني أنتي بروجسترون اللي هم في بريستون، أو نستخدم ديفايس. الديفايس ممكن نسوي انسيرتد إميديتلي، يعني البارحة صار الانتركورس اليوم نحط لها لولب. يعني هسه بدي اشرح لكم بس نقطه ونخلص حتى المحاضره، او نسوي منسترول اسبيريشن يعني اكو سكشن ايفاكويشن يسموه، يسمونه كارمان كانيولا، كنت شايفتها بالقاهره يستخدموها حتى بالصيدليات يبيعوها، يدخلون شلون نيجاتيف بريشر للاندومتريوم كانيولا بالاندومتريوم يسوي نيجاتيف بريشر ويسوي اسبيريشن يسمونه منسوال اسبيريشن، ويسمونه ميني كيوريتاج يعني ميني يعني فد شيء بس تزيد حتى خاف اكو امبلانتيشن، فبعد ما فايتت الدوره هي البارحه صار انتركورس اليوم وجتك فتعرض عليها، اما هرمونال او ميكانيكال. ميكانيكال اما اسوي لك هسه احط لك لوب مو، او
اسوي لك كارمن كانولا يعني من الكوريتاج اسبريشن اوف اندوماتريوم، او تاخذين هاي الهرمونات بانواعها اللي مثبته عندكم وجراحه مثبته عندكم. واضح لحد هسه؟ اجتك مريضه زين قالت لك انا صار لي 3 ايام up to 5 days صار unprotective intercourse او ريب او اي شيء زين، وانا اريد هسه لا يصير عندي حمل، بهاي الحاله عندك بس الميكانيكال اسبريشن والانترايوتراين ديفايس. ليش؟ لان ورا 5 ايام او 3 ايام لو يعني صار امبلانتيشن فما تقدر، يعني ما تقدر تستخدم البولز، ممكن تستخدم الديفايس انه صار فيرتيلايزيشن 5 ايام اجت الفيرتيلايز اوفر تريد تسوي امبلانتيشن تلاقي اللوب ممكن up to 5 days. يعني اذا يجيكم سؤال مثلا هاي جايبته انا مره سؤال يعني انه اجتك ورا يومين أو ورا يوم إن أنا بروتكتيف إنتركورس إيش تستخدم؟ يلا واحد من السبعة أكيد شطار أنتوا اللي جايين. مريضة إجتك أن بروتكتيف إنتركورس ها تسمعوني؟ نعم دكتورة نسمعك. يومين تستخدم كل شيء، كل شيء مسموح لك صح لو لا؟ تستخدم الهرمونال وتستخدم الميكانيكال، يعني تعرض عليها الهرمونال كلها وتعرض عليها الميكانيكال. بس إذا أجتك ورا 5 أيام أو up to 1 week 5 أيام شو تستخدم لها؟ بس ميكانيكال. عافية. واضحة الصورة؟ يعني خلال الأيام الأولى اللي تشتغل بيها الهرمونال أنت هم تقدر تستخدم ميكانيكال، تقدر لو ما تقدر مريضة تقول لك لا كل شيء ولا حب المانع، أنا أخذ لي حباية تلعب نفسي وزوع وما أدري شنو، مو أنا أطيها حبايتين الصبح حبايتين بالليل وأجر لها 5 أيام مو؟ أو تكون لها كونترا إنديكيشن للإستروجين أصلا أو الأذر اثنيناتين بوث يعني؟ لا ليش اثنيناتين؟ ليش اثنيناتين؟ مريضة تجتني بارحة صار لها انتركورس حط لها لوب وانتهى. إذا البارحة تلقحت بيضتها ترجع ورا 5 أيام تلاقي اللوب موجود امبلانتي. واضح أنتوا الفسيولوجي إحنا شلون نشتغل؟ إحنا بخالين ببالنا إنه الفيرتيلايزيشن يصير ورا 5 أيام يا الله يصير امبلانتيشن. زين دكتورة العفو نقدر نعطي زبرتون ورا 5 أيام؟ لا. ميزا برستون لازم فتشي مزروع باليوترس وفايت تدورة وأكو بريجنسي. ميزا برستون لما إيرلي بريجنسي ممكن تطي، بس إحنا هذا جاي نحكي إنه هي انبعتي دورتها ما جاية، هي تخاف لا أكو راح يصير حمل. عرفت شنو الفكرة؟ هي مو صايرة بريجنسي وأنا أسوي لها بالميزا برستون. وممكن إلى حد معين ونطول به لما يكون بالأخير ممكن يعني زين، يعني إذا الدورة بعتي تريد تفوتها تريد هيك شيء نقدر يعني، بس أكثر شيء ونستخدمه اللي هو combined oral contraceptive pills أو loop أكثر شيء إحنا هسه نستخدمه. ميزوبريستون أكثر شيء يشتغل من يصير يعني early pregnancy لما تكون مثلا نهاية الهاي أو إنه صار pregnancy هالشي ممكن يشتغل، أو تأخذه كلش بالبداية وراء يعني كأنتي بروجسترون ممكن، بس إحنا حاليا نستخدمه لما يكون أكو miss period ونفكر إنه قد يكون أكو implantation ويستخدموها هسه كميديكال يعني تريتمنت او ميديكال يعني انديكيشن ميديكال تريتمنت فور ابورشن.
هسه واضح؟ عندكم صور نهاية المحاضرة بقولها، عندكم كي اقروا وبعوا الانسيرشن مال الديفايس والثريد والهذي، كلها صور مثبتة، بس أكدوا على الأشياء اللي أنا أكدت عليها مهمة. منو عنده سؤال؟ أكو صور نهاية المحاضرة، ترى هاي مخلوطة، أنت بقولها جاية من غير محاضرة، اللي هي مال ترايكومناس، ترى تشوفوها حلوة هي، ممكن تفيدكم، بس هي المحاضرة تنتهي صفحة 15، وراها راح تبدي بي آي دي والبيلفيك إنفلاماتري، بس حلو. أكو طلاب هواي يقولون قريناها بالإنفكشن، يعني ملخص أنا دام جتها وياها. شوفوا لوين واصلة المحاضرة، بارثولين 20، واصلة تقريبا 24. علي المحاضرة 24 بيها انفكشن هذي ده. ها نعم دكتورة. اي يعني انت محاضرتك ايش وقت تخلص؟ شوفوها هالقد وما يقروها. ها الدكتور هو يعني الكلام خلص بصفحة 9 واغلبها يعني ماخذينه بالمحاضرة اللي فاتت تقريبا. أيه. بس اللي انت يوتان ديفايس هي بها جديد، هي محاضرتكم وهي الصور تنتهي 15. اي نعم وراها راح يبدي انفكشن، مو يعني هاي غير محاضرة. تمام دكتورة واضح؟ قل لهم اكتب لهم بالجروب لين ذا حاضرين بس هالقد. محاضرة تنتهي 15 ومهمة، يعني الحكي اللي حكيته مهم، وتنتهي ب 15 ونصها على قولتك ما اخذيها. يلا عيني موفقين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ما دام حضوركم فول. دكتورة اه عين عفوا سؤال اخير، الفازكتومي ريفيرسبل كونديشن اذا الميل راد يعني يرجع؟ لا 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 طبعا، اي شيء ينقص وينذب الزبل هو مو ريفير مثل ال خليها على الفيميل احسن دكتور. اه لا لا شلون الفيميل هسه برا كلهم هيك هو يلا ان شاء الله الله يوفقكم. يا اهلا وسهلا، مع السلامه. مع السلامه.